السلام عليكم. أنا دلوقتي هتكلم عن الجزء الخاص بيا في مشروع الأونلاين ليرنينج سيستم. الجزء الخاص بيا هتكلم عن حاجتين، أول حاجة السكرين ريكورد، وتاني حاجة التايمر. أول حاجة هتكلم عنها هي السكرين ريكورد. في السكرين ريكورد إحنا عايزين نسجل إن أي حد في الميتنج يقدر إن هو يسجل الستريمز اللي موجودة في الميتنج. فعشان اقدر ان انا اعمل سكرين ريكورد، طبعا في مكتبات كتير بقدر ان انا من خلالها اعمل سكرين ريكورد، ولكن احنا هنستخدم مكتبة المالتي ستريم ريكوردر. المالتي ستريم ريكوردر دي عبارة عن هي جزء من هي جزء من مكتبة من مكتبة الريكورد ار سي. الريكورد ار سي دي بتتضمن مكتبات تانية زي الكانفاس ريكوردر، وزي الميديا ستريم ريكوردر، زي المالتي ستريم ريكوردر، زي الوامي ريكوردر. طبعا احنا هنستخدم مكتبة المالتي ستريم ريكوردر. بالنسبة لمكتبة المالتي ستريم ريكوردر دي مكتبة بستخدمها عشان انا اقدر اعمل اسجل array of streams في فيديو واحد. المالتي ستريم ريكوردر بتاخد اتنين اتريبيوت. اول اتريبيوت اللي هو الميديا ستريمز، ده عباره عن اري اوف الميديا ستريمز، ده في كل الستريمز اللي انا عايز اسجلها. تاني اتريبيوت اللي هو الكونفيجريشن او الاوبشنز الخاصه بالمكتبه دي، وزي مثلا الميم تايب اللي هو فيه مثلا الفيديو اللي انا او نوع الفيديو اللي انا بسجله، الامتداد بتاع الفيديو اللي انا بسجله اللي هو كان مثلا ام بي 4 او دبليو اي بي ام او كان ام كي في. طبعا انا عشان اعمل انشئ اوبجكت جديد من المكتبه دي، ببدا ان انا اقول var recorder بتساوي new multi stream recorder، وببدا اديها الاثنين attributes الخاصين بيها اللي هو الاري اوف ميديا ستريمز والاوبشنز. طبعا في دوال تانية بنستخدمها في مع جوه الداله دي، زي مثلا داله الاد ستريمز، ودي بقى بدي دي بدي دي الداله دي خاصه ان انا اقدر اضيف كل ستريمز في فيديو واحد، زي مثلا داله تانية زي الكلير ريكورد داتا. دي كلير ريكورد داتا بتعمل ريسيت لكل ريكورد داتا الحاليه. ف تاني داله زي مثلا في داله تانية زي الجيت ميكسر، داله مثلا زي البوز، داله زي الريكورد. في دالة تانية هنستخدمها برضو زي الريسيت فيديو ستريمز، ودي بتعمل ريسيت لكل الستريمز ما عدا الستريمز اللي انا مديهولها. في دول تانية طبعا زي الريزيوم وزي الستوب. طبعا ببدأ ان انا اعمل امبورت للمكتبه الريكورد ار سي اللي انا هستخدمها. بعد كده بعمل ان انا ببدا ان انا اعمل انشئ ريكورد سكريم باتون. ببدا بعد كده ان انا اعمل اعرف متغير اسمه اسميه از ريكوردنج، وبحط كنت بحط فولس. بعد كده ببدا ان انا اعرف الكونفيجريشن الخاصه بالمكتبه دي، وبعد كده ببدا ان انا انشئ اوبجكت جديد من المكتبه دي. بعد كده ببدأ ان انا اعمل الجزء ده خاص بان انا لما اجي اعمل ايفنت ليسنر كليك على الباتوم الريكورد سكرين، بيبدأ ان هو يعمل تشيك. لو كان الريكورد شغال بيبدأ ان هو يعمل ستوب للريكورد. فبستخدم داله ستوب او ريكوردر دوت ستوب، وبيسيف لي الريكوردد او البلوب او الريكوردد داتا في ملف بالامتداد اللي انا مختاره. بعد كده بيحط الايز ريكوردنج، بيحط قيمتها بفورس. بعد كده لو ما كانش الريكورد شغال، بيبدا ان هو بيستخدم داله الريكورد عشان ابدا ان انا اعمل بدء عشان انا ابدا اعمل ستارت ريكوردنج. بقول ريكوردر دوت ريكورد، وبحط الايز ريكوردنج بتساوي ترو. طبعا بعد كده بكون انا ببدا ان انا ببدا ان انا اعرف داله ببدا ان انا اعرف الاري اللي انا هعمل فيها هعمل بوش فيها لكل السليكتد ستريمز. فالمفروض فانا الجزء ده بيتكلم بقول فيه ان انا بعمل بوش
اول ستريم دوت بوش فيديو دوت سورس اوبجكت. الفيديو دوت سورس اوبجكت ده عباره عن الاليمنت اللي فيه السيلكتد ستريم، اللي بيظهر فيه السيلكت ستريم اللي انا بختاره. بس انا هنا هتظهر لي مشكله ان انا لو كل ما اعمل بوش للفيديو دوت سورس اوبجكت بيبدا ان هو يظهر لي كل الفيديوهات او كل الستريمز بتظهر جنب بعضها كمربعات، فانا في الفيديو، فانا عايز احل المشكله دي. ببدا ان انا استخدم داله الريسيت، ببدا ان انا استخدم داله الريسيت فيديو ستريمز، ودي بتعمل ريسيت لكل الفيديو ستريمز اللي انا بسجلها، ولكن ما عدا الستريم اللي انا مختاره ان هي تسجله او ان هي تسيبه. هنا طبعا ببدأ ان انا لو ضغطت مثلا على هنا، مثلا لو انا ضغطت على الريكورد سكرين باتون، بيبدأ ان هو يسجل السيلكت ستريم اللي انا مختاره. بعد كده لما بضغط على الباتون تاني، بيبدأ ان هو يسيف الريكوردد ستريمز دي في ملف بامتداد ام بي 4، وبيسيفها عندي في على الجهاز عندي. بعد كده لو انا شغلت الفيديو ده، بيبدأ ان هو يظهر لي بقى كل السيلكت ستريمز، كل ستريم لوحده، زي ما اتكلمنا عن جزئية الريسيت فيديو ستريمز. تاني حاجة هتكلم عنها ان شاء الله هو الجزء التايمر، وده بيوضح لي وقت الميتنج اللي شغال حاليا، وبيكون موجود جنب اسم اليوزر زي ما احنا شايفين كده، وبيكون فيه الجزء اللي باللون الاحمر، وده كانديكيتور ان الميتنج شغال. ده طبعا ده كل يعني كل طيب كل تايم انترفال معين بيتغير لونه من الاحمر للابيض، يعني كإنديكيتور لأن الميتنج شغال. فطبعا ببدأ إن أنا هنا أعمل ديف، وببدأ أعمل له ستايل، وببدأ إن أنا أحط جواه الليبلز اللي أنا هستخدمها في جزء التايمر. هنا طبعا ببدأ إن أنا هنا طبعا الجزء الخاص بان انا ببدا ان انا استدعي كل الليبلز اللي انا هستخدمها، وابدا ان انا اعرف توتال متغير اسمه توتال سكند توتال سكندز، واحط قيمته بصفر. ده الجزء الخاص بالانديكيتور، الخاص الانديكيتور اللي بيظهر ان الميتنج شغال حاليا. الداله دي خاصه ببدا ان انا كل 1 مللي ثانيه ببدا ان انا اعمل ازود ببدا ان انا ازود التوتال سكند بواحد، وبيبدا ان هو يعرض لي الـ في الجزء الخاص بالثواني. كل ما الليبل الخاص بالثواني يوصل ل 60، بيبدا ان هو يعد في الليبل الخاص بالدقيقه واحد، ويبدا يرجع الليبل الخاص بالثواني لصفر. الجزء الاخير ده الجزء الخاص بان ال ده الجزء الخاص بانه بياخد لو كان طول الوقت الخاص بالثواني، طول الوقت الخاص بالثواني اقل من واحد، بيبدا ان هو يحط بيعمله بيبدا ان هو يحط صفر قبل القيمه دي. يعني مثلا لو كان مثلا زي في المثال زي عندنا مثلا هنا، لو كان مثلا الميتنج دلوقتي في الدقيقة 8 وثانيتين، فبيبدأ إن هو لو كان طول عداد الثواني رقم واحد، فبيبدأ إن هو يحط صفر عشان يبدأ إن هو يظهر زي ما إحنا شايفين. كذلك عداد الدقايق، فبيبدأ يظهر زي ما إحنا شايفين 0.8 وبعد كده 0.2.